عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. المهم ديما المنتخب والدم نتاع المغاربة ديما مغرب ديما مغربي ديما المولودية ديما المغرب وديما واخا خاسرين واخا رابعين المغرب يبقى هو المغرب اللي عجبو عجبو اللي ما عجبوش ما عجبو المغرب ديما المغرب انا ديما المغرب سمعت ديما المغرب وزياش معليش واخا دار اللي دار ما واخا نقولو بالراس كان مزيان ودفع ما يكونش لها شانس وصاف ما كانش ظهر بانا وكلش شتي زياش ما حل فيهش الحظ سينون هو دار لي عليه ما غاديش نقولوا دار دي زيفور ان شاء الله بوغ لي زاني بروشين يكون يديروا كوراج و بون شانس والله يعاونهم الراي ديالي خويا في المغرب خويا العزيز دارت بون ماتش صراحه والله لعبت من قلبها مي ما كتبش خويا الحظ هي اللي بقى الحظ ديالنا هو اللي يبقى مي ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ونحبوا المغاربه الراي ديالك في زياش الراي ديالي زياش خويا احسن لاعب يلعب تبارك الله يلعب جوار وخا ديال البينالتي نستع ربي يلعب قديم المغرب ان شاء الله النيفو نتاعو طالع مشابهين مي الظروف دارتها لا اله الا الله وصافي وديما المغرب وعاش المغرب ونموتوا على المغرب اخويا لعبوا مزيان اخويا وكان واحد التحدي مزيان وما يبقاش الحال والحمد لله وروح رياضيه وصلنا 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 مهم ديما مغرب وفيفا المغرب كنا نسناهم يربحوا ولكن ما جابوهاش مره اخرى ان شاء الله خويا زياش كيلعب غير راك عارف ملاعب افريقيا مقارنه بالملاعب الاوروبيه كاين اختلاف مع الجو وكذا منا بالصيف ما غاديش يضيع وما هو فاش دوزنا راه كنا كنشجعوه كذا راه الروح الوطنيه هذيك لا معليش مره اخرى ان شاء الله في هذاك زياش ما كانش في النيفو ديالو من الاحسن كان يبدلو قبل ما يسالي الماتش و صافي هادشي اللي كاين ضروري واه ضروري خاوة ديما الراي ديالي في المنتخب اخويا لعبوا كوره وتحيه البوصوفة ونقطة الضعف كاملة وكاع الأعصاب اللي عصبونا كاع اللي غصب كاع المغاربة هو الزياش، الجزائر كنتمناو لهم كل فوز إن شاء الله هما اللي يديوها حتى هما خوتنا كنبغيوهم كما كيبغيونا وإن شاء الله اليوم غادي يديروا الكلمة ديالهم. عبو ما كتبش الله زياش ما دار والو خويا. إيوا واش غادي نديروا؟ معلاش ما تجاوا باقي لنا الجزائر نشجعوا. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.